السلام عليكم، هسه راح نبلش شرح الجزء الثالث من كابتر 3. كابتر 3 بحكي لي عن هذا الجزء، بحكي عن البرشر ميجرمنت اللي هو أجهزة قياس الضغط. طبعا ما بختلف أبدا عن اللي أخذناه المرة الماضية، يعني أنت وأنك فاهم الجزء اللي قبل تقدر تحل هذا بسهولة. أدوات قياس الضغط كثيرة، في عندي أكثر من جهاز بقيس، في عندي المانوميتر والبيزوميتر والبروميتر. بنبلش نحكي احنا عن البيزوميتر. بيزوميتر تيوب اللي هو بيكون انبوب، زي السؤال السابق، السؤال اللي قبله اللي فوقه ايوه، عبارة عن بيزوميتر تيوب. ببساطة معنى الصورة هاي انه ما بفرق مع الشكل، سواء الانبوب هيك للانبوب هيك للانبوب ان شاء الله هيك، احنا الف مرة حكينا شكل الانبوب ما دخل، لانه بيهمني الارتفاع عن سطح السائل. فهذا فيه له خصائص، هذا الانبوب بيزوميتر له خصائص. درجة ضغط العلاقات اللي قبل، ضغط هاي زائد هاي يعني ضغط النقطة اللي هون. خصائصه الشكل مفتوح دائما، البزمترك تيوب في الأنبوب مفتوح من فوق، الأنبوب لازم يكون أكبر من نص إنش، نص إنش يعني 1.25 سنتي. أكثر ما يحدث عند الخاصية الشعرية اللي حكينا عنها، بقيس السوائل وما بقيس غازات. ببساطة ما بقيس الضغط السالب لأنه أنا بضل أنزل، يعني كل ما أنزل ما في ضغط سالب. طب بقيس الضغط العالي، يعني ما بكون عند ارتفاعات كثير عالية. سأل خصائص انت يعني اقراها هيك، وقف فيديو اقراها. هسه احنا في عندي مانوميتر، المانوميتر له انواع. في عندي مثلا اليوتيوب مانوميتر، شو يعني يوتيوب؟ يوتيوب اللي مفروض عليه فيديو، يوتيوب اللي هو هذا حرف اليو. بكل بساطة انا بدي اتعامل معه، بكل بساطة هذا بيكون بحكي لي بده ضغط النقطة اللي هون مثلا. كيف احنا بدنا نتعامل معه؟ كيف انا بدنا نيجي مسار؟ دائما انا حكيت لك بدي ضغط نقطة بروح الجهة البعيدة وبمشي من عندها. أنا بدي ضغط النقطة هاي، عندي حلين، بمشي هيك بمشي هيك. من جهتي بدي علمك، بعلمك على الأسهل ما بخرب، علمك من البعيد للقريب. أحكي لك أنا بدي ضغط النقطة، شو بتعمل؟ بتيجي بالمسار هذا، بتيجي بالمسار هذا. ما تلاقي عندك تغير ما راح حسب الاتجاه. بدي ضغط النقطة إيه، بيجي بقول لك ضغط النقطة إيه بده يساوي، بتحل ضغط النقطة إيه شو بده يساوي. أول شيء ضغط الفتحة اللي هون بحسب جاد، بدي ابسوليوت بجمع اخر شيء جاد. بحكي قد ايش ضغط النقطه هون، بقول لك هذا اوبن الفتحه كم؟ زيرو. زين بدي امشي انزل، هسه لما انزل بنزل بطلع انا على الجهه هون، بطلع على الجهه اللي قبالها. اذا الجهه اللي قبالها فيها اختلاف بالسائل عمل بتفصل، يعني بتحكي جاما، يعني انا هسه نزلت صح، ظليت مي فعليا، اظل ماشي 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 لين اوصل لهون. يعني قديش الفرق بين هاي وهاي؟ أنا لما صار عندي اختلاف بالسائل، لما صار عندي اختلاف بالسائل صار عندي جمع أو طرح، تمام؟ أنا قديش الفرق بين هذول النقطتين؟ يو اتش 2 شو بحكي أنا؟ هذا ايش اسم السائل؟ جاما 2. بحكي جاما 2 اتش 2، بحكي لي أنا مشيت هذا المسار كامل، هذا يعني مهمل أو ما دخلك فيه، أو أنت طبقت معادلة البوزيومتريك تيوب، أنت شو البوزيومتريك أو هيدروستاتيك، شو بتعمل أنت؟ بس مباشرة ضغط النقطة 3 ضغط النقطة 2 لأنهم على نفس المستوى. فشو بتعمل؟ بتخلص بتصل كاما اتش 2، يعني بتنتقل مباشرة هيك، بتنتقل مباشرة هيك، بتجي تنزل النزول هذا ما بيأثر بعك بالحل. بالتالي بدي هسه بعدين شو بدي اعمل؟ وصلت هون صار عندي اختلاف سهل، شو بدي اعمل انا؟ رحت لفوق، شو بحكي؟ سالب كاما، السالب ايش اسمه؟ كاما 1، شو المسافة هاي؟ اتش 1. ونحن نعرف الضغط على نفس المستوى متساوي، فضغط النقطة 1 نفس الضغط النقطة A. النقطة A عبارة عن جاما 2 H2 ناقص جاما 1 H1. نعيد مرة ثانية، نعيد مرة ثانية، أنا بنزل هيك يعني لقيت هاي النقطة نفس مستوى هاي، شو بعمل؟ خلص مباشرة أنا نزلت، فبحكي موجب زين هيك هيك. النقطة هاي إيش؟ طلعت لفوق سالب، زين هاي نفسها. فخلنا نعمل هذا الشيء ثاني الحسابية. يلا بنيجي لهذا اللي واتر بريشر 10 سلسيوس عشان الجاما. The fluid in the bulb in the figure and the mercury in manometer. تقول لي انا هاي عندي مي، هذا تلاحظ اللون اختلف عندي، هذا ايش؟ mercury. يبقى بالتالي هون في عندي سائل وهون سائل. The deflection هو دلتا اتش، deflection دلتا اتش 60 سم، يعني المسافة هاي 60 ال 180. ايش ال؟ هاي ال من هون لهون
is the gadget brusher at the center of the pipe. الجاج براشر عنده نقطة 4 سنتر للبايب نص البايب بين هاي بالنص. شو بعمل؟ بده الضغط هون. يعني أنا عندي هذا عندي أنا هنا بده الضغط هون. من وين دائما ببلش؟ من الجهة المفتوحة مثلا أو من الجهة الثانية. شو بحكي أنا؟ يلا بحكي أنا بي نقطة 4 هاي بسمينا الكتاب 4 بي 4 بدها تساوي بي 1 كم بي 1؟ مفتوح طالب جاج فبالتالي 0. أنا شو بعمل؟ نزل لحد ما الاقي اختلاف السائل. وين اختلاف السائل؟ انا هيك ماشي صح، اختلاف السائل هيو صح، بحكي هيك. انا ايش انا عملت؟ نزلت هاي المسافه، المسافه نزلت يعني زائد كم هاي؟ جاما ميركوري، جاما ميركوري دلتا اتش اللي هي 60 سم اللي هي بوينت 6 متر. انا بشتغل بالمتر دائما، متر 60 سم بتسمع 100 بتسمع 100. بعدين شو بعمل من هون لهون؟ قديش بدي اطلع؟ بدي اطلع ايش بحكي؟ سالب جاما ووتر ايش مسافة ال كم؟ 180 سنتي تسمع 100 يعني 1.80 متر. دائما أنا بالمتر، نيوتن على متر مربع. ليش؟ إنه الجاما وحدتها نيوتن على متر تكعيب، فبالتالي هي لازم تكون بالمتر. جاما ميركوري كم؟ سبيسيفيك جرافيتي للميركوري 9810 اللي هي جاما ووتر. كم سبيسيفيك جرافيتي؟ مطلني إياها بس أنا مفروض إنه أنت تكون عارفها، هي عبارة عن هذا الرقم الجاما. سبيسيفيك جرافيتي بتكون 13.6 تقريبا، جاما ووتر 9810 بتحل تخلص أمورك. يعني مثال ثاني حلينا على نفس الموضوع، B4 بتساوي 0 لأنه مفتوح، دلتا H في جاما ميركوري، جاما ميركوري اللي هي 13300، جاما ووتر 9310، المسافة هي 0.6، المسافة هاي هذا الرقم نيوتن على متر مربع باسكال، فإذا بديها بالكيلو باسكال بقف معك. يلا خلينا نحل السؤال. السؤال إذا بتلاحظ عندك يوتيوب مانوميتر كونتيننج ميركوري، هذا ميركوري هاي مي، هذا هوا مفتوح يعني بالمختصر. containing it used to find negative pressure، يعني هذا المانوميتر بيكون negative pressure. containing water بتحسب الضغط، الضغط السالب هون. right limb is open، right limb يعني هاي مفتوحة. atmosphere find the absolute pressure، هركز find the absolute pressure in the pipe the difference if mercury if two limb was 100 millimeter يعني 0.1 متر. So بقول لي the deflection أو الفرق بالميركوري، لما نقول لك difference أو deflection يعني أن الميركوري المفروض يكون هيك على شكل حرف اليو، أنا بسبب الضغط نزل الميركوري زي هيك، نزل الميركوري زي هيك، فرق نقطتين هذول 100. بقول لي إذا الارتفاع من سطح الميركوري لهاي النقطة هو 40 مليمتر، بقول لي احسب ضغط النقطة هون، بسمي لك ضغط النقطة هاي A مثلا أو بايب زي ما هو مسميها B بايب. شو بدي تساوي؟ أول شيء بدي أحسب الجاج ومن خلاله بحسب الأبسوليوت. الجاج أنا بضل ماشي هيك صح، كله هواء يعني ضغط زيرو، فهون هون تعتبر فتحة زي ما تقول. هون بداية السؤال بحكي زيرو، هاي ضغط النقطة هاي زيرو. زين أنا بدي أضل ماشي، أضل ماشي صح، نقطة الاختلاف عندي مش راح تقول لي هون، بس لا أنا بدي أشوف نقطة الاختلاف عندي من هون عند هاي النقطة. هون بلش السؤال، أنا إيش بعمل؟ زيرو مباشرة بنتقل لهون. شو بعمل هسا؟ طالع فوق يعني سالب، المسافة هاي كم؟ 100 مليمتر 0.1 جاما ميركوري، معطيني السبيسيفيك جرافيتي لها 13.6 في 9810. شو بدي اعمل انا؟ بدي طلعت هاي المسافة بدي اطلع كمان هاي المسافة، فبحكي برضو سالب السبيسيفيك جرافيتي للواتر 1، الواتر لها 9810، المسافة 40 مليمتر يعني 40 على 1000 يعني 0.04. بطلع معي هذا البي بايب جاج براشر، بتلاحظ بطلع سالب يعني الضغط فيكم. اصلا السؤال قال لك فاين كتف بدي ابسولوت بجمع 101 وبخلص اموري. يلا رجع بعيد بمشي بالمسار هذا، بتلاحظ هاي نقطه الديفليكشن، هون نقطه الاختلاف صارت عندي، بالتالي نقطه ضغط هاي نفس هاي، بالتالي انا زي كاني مشيت هيك زين طلعت سالب. الامثله راح توضح اكثر. فلاحظوا طلب ابسوليوت، لما طلب ابسوليوت مكان الصفر انا حطيت 101، لاحظ انه 101 ضربت لها 1000. ليش؟ لانه هاي تعطيك بالباسكال، تعطيك بالباسكال، ال 101 كيلو باسكال فضربتها ب 1000، ضربتها ب 1000. اظن الجواب الابسوليوت طلع موجب اقل من 101. ليش؟ لانه الفيكم بيعطيني ضغط ابسوليوت اقل. ذكيه فيكم وذكيه جاتش شيل ال 101 فبيطلع الجواب سالب. يلا كمان دي هذا السؤال، هذا السؤال كثير كثير كثير.
السؤال بيقول إذا أتموسفيرك بريشر 755 مليمتر مركوري سبيسيفيك جرافيتي 13.6 يوجد لي الابسوليت بريشر ان ذا تانك اللي بده هون اللي يوجد لي البريشر جاج عند ال بده هون ركز شو حكي لي حكي لي هون تريوت اذا الاتموسفيرك بريشر 755 مليمتر احنا حكينا الواحد اتموسفير بتساوي 101 ربع كيلو باسكال ضرب ألف. أنا هون ما أعطني 101 أعطني بدلالة الزئبق. إحنا بنعرف إن الضغط عبارة عن جاما في اتش. أعطني الاتش 0.55 بس الجرافيتي كان 3.6 ضربها بال 310 ضغط الأتموسفير هو مش 101 عبارة عن قانون الجاما اتش 0.755 في جاما 755 في جاما فيريت دائما لما تشوف كلمة ضغط الأتموسفير كذا كذا زئبق أو كذا كذا مي أو كذا كذا يعني إنه طيق ارتفاع إيش أنا بحكي جاما في اتش جاما في اتش من الأبسولوت بريشر إن ذا تانك يعني هون خليني أنا إيش أحسب هسه الجاب إيش باجي من الفتحة كي ضغط التانك تو ميني هاي تو مثلا تو تساوي بي 1 لو فرض بي 1 هذا فتحة نفس السؤال السابق أنا بزي كان بمشي المسار هيك بس المهم بالنهاية فرق الارتفاع إذا الفرق الارتفاع طلع لفوق يعني سالب الارتفاع نزل لتحت يعني موجب نفس السؤال السابق واللي قبله يعني بحكي زيرو بعدين أنا إيش عملت طلعت سالب جاما ميركوري 9810 كلها جاما مضروبة في كم في المسافة 0.6 إن هسه المسافة هاي من هون لهون عبارة عن هواء ضغط الهواء زيرو يعني بالتالي لما يكون عندك هواء المسافة هي كلها بتهملها يعني خلاص صفر في هون مسافة في هاي المسافة عشان قام الهواء تقريبا زيرو فمهملة تمام بالتالي هذا جاج إذا بدي أبسوليوت شو بعمل بحكي زائد 101.4 ما بحكي 101.4 كيلو باسكال بحكي 7.5 في المسافة هاي الفرق الثاني طالب من البرشر ريدنج ات ال بعمل هاي نقطة 2 وهي نقطة 3 او ال شو بحكي هاي المسافة بس 3 بي ال بتساوي بي 2 نزلت لتحت زائد ووتر جاما ووتر 9310 2 مسافة 2 بس يعني هاي النقطة ال بحسب الارتفاع الفرق بين هذول كم متر 2 متر انا ما بدي ارجع من الزيرو بس هون طالب جاج يعني انا ما بجمع هاي الفكره بالملخص بحل السؤال كجاج بيجي الابسوليوت كامل شو بعمل بمشي بالمسار هذا اول شيء مره هون شو انا بحكي النقطه هاي بس هاي فانا طلعت سالب ان هون هوا في عندي تغير بارتفاع طلب مني ضغط النقطه هاي شو بعمل زيد 9310 تمام بس انا ايش بدي الابسوليوت بالتانك الابسوليوت هون بجمع لهاي القيمة اللي متر زئبق الجاج هون ما بجمع بس يلا الاتموسفير هو سبيسيفيك جرافيتي في 9310 في اتش مع 100.7 مش 101 ربع اتش هي الرقم اللي بالسؤال البي للهواء هو عبارة عن الابسوليوت ها شايف انا كاتب لك معقول الابسوليوت جمعت المي الاتموسفير ناقص يعني الووتر البي اير زائد كذا ابسوليوت الجاج الى الاتموسفير نحل هذا السؤال كمان السؤال بيقول لي اتانك فيلد وذ مانوميتر اون ذا سايد في هذا المانوميتر بيقول لي ليكويد The bottom of the tank is the manometer is specific gravity S قيمته 3 هذا سائل بغض النظر شو نوعه specific gravity له 3 ثون 20 15 سنتيمتر layer water يقول لي شو بحكي لي يقول لي أوجد الدلتا شو بحكي أنا ببساطة
هو طالب دلتا اتش، فايش انا بعمل؟ طبعا وقفت الفيديو الطلاري فما بعرف وين انا وقفت بالضبط، فراح احكي انه انا بدي دلتا اتش هاي. طب كيف بدي اجيبها؟ انا بدي احسب فرق الضغط بين نقطة، يعني بدي احسب الضغط، يعني هاي نقطة مفتوحة صح، بعرف ضغطها صفر، بدي احسب مثلا ضغط النقطة هون، ضغط النقطة هون، بس انا هاي ضغط النقطة هون ما بعرف شو، مجهولة. ضغط النقطة هون اي والله هاي برضه مفتوحة، معناته شو بعمل؟ انسب مكان اختار فيه المسار تبعي، يعني امشي من هون لهون، امشي من هون لهون يعني، بس اما امشي من هون لهون لا، ليش؟ عشان ضغط النقطة هاي مجهول، يعني انا لما اخذ مسار لازم اخذ مسار بين نقطتين معلومات. بس انا قبل هون كان المسار هو طالب ضغط النقطة هون، فبالتالي انا مجبور امشي المسار هذاك. هون نفس الاشي كنت مجبور امشي المسار هذا، بس انا هون هو بده مسافة، فانا لازم اروح على نقطة بعرف ضغطها. انا ما بعرف ضغط النقطة بالنص، بعرف ضغط النقطة هاي وضغط النقطة هاي، بمشي المسار بينهم، بمشي المسار بينهم، ضغط النقطة هاي صفر وضغط النقطة هاي صفر، يعني بحكي ضغط النقطة هاي بي 2 مثلا زيرو بتساوي ضغط النقطة هاي كم؟ برضو زيرو. بعدين انا هسا مشيت هيك تمام. هسا بمشيت هيك قلنا هون صار في اختلاف بالسائل، فانا فعليا نزلت المسافة هاي، بس نزلت المسافة هاي بس تنزلت اللي هي دلتا اتش. هذا السائل ايش؟ السبيسيفيك جرافيتي له 3، يعني نزلت جاما اللي هي دلتا اتش مجهوله، الجاما اللي هي 3 في 9810. عرفت انه 9810 انه هاي بالسنتي. بعدين طلعت لفوق مسافه 15، هاي 3 ايش؟ 3310 ناقص طلعت لفوق 15 سنتي، يعني 0.15 متر مضروب في الجاما ووتر اللي هي 9810، بطلع معي الناتج 5 سنتي، بطلع معي الناتج 5 سنتي. فكرة أنا بدي أخذ مسار مساره معروف، وأنا لاحظ أنه أنا تغير بالسائل حدث عندي هون، فبدي مديت خط وأنا فعليا نزلت نزول من بدايتي. عندي مثال هون، هذا مثال لما تحكي ملتيبل بيقول لك ملي برشر على the center of the pipe إذا هل هو سالب أو صفر أو بوزيتيف. بيقول إذا جاما ووتر 62.4 شو بعمل أنا؟ كيف بدي ضغط النقطة هاي صح؟ بحكي اسميها بي 2 مثلا، شو بساوي؟ ضغط النقطة هاي زيرو، طلب مني وات ذا جاج بريشر، فبالتالي زيرو. لو ابسوليوت بحكي 101، او هون بحكي 17.4. شو بعمل انا؟ بضل ماشي لحد ما الاقي تغير بالسائل، شوف السائل هون تغير معي صح؟ بالتالي بحكي نزلت هاي المسافة موجب هاي انش وهاي 62.4 باند لكل فيت تقريب، بالتالي بدي هاي خليها 30 على 12. هون كم السبيسيفيك جرافيتي إلها؟ 2، يعني ضرب 2 ضرب 62.4. ليش؟ هاي كامل جاما وهاي الاتش. بعدين من هون لهون انا ايش صار؟ طلعت سالب مسافة 12 بقسمها 12 في نفس الاشي السبيسيفيك جرافيتي نفس السائل، بعدني انا 2 في 62.4. بعدين شو بعمل؟ برضو طلعت مسافة 6 على 12 بختمت 12، والسبيسيفيك جرافيتي هذا له 1، يعني 62.4. بس دقيقة انا هون كان مخربطها، نزلت مسافة 30 لسائل السبيسيفيك جرافيتي له 1 بس هيك تمام. فانا فعليا شو صار معي؟ بطلع معي الجواب زيرو. شو صار معي؟ انا نزلت هيك. لو بدك انت تطلع هيك مباشرة كأنه هاي نزلت المسافة هاي صح عادي، مثل كأنه نزلت مسافة 18 عادي وتطلع، ما بتفرق معي. لا بتفرق السائل اختلف هون معي، السائل اختلف معي خلاص. بعدين بمشي هيك، بعدين بمشي هيك، بعدين بمشي هيك. هذول specific gravity لهم 1، هذول specific gravity له 2. لاحظ هون عندي 30 على 12 في 62.4. بعدين هون 2 اللي هي ايش؟ هاي 2 اللي هي specific gravity وهاي الجاما، هاي 12 اللي هي المسافة اللي طلعها. بعدين هاي سبيسيفيك جرافيتي 1، المسافة 6 12 62.4، فالجواب بيطلع صفر. تمام، نحل هذا السؤال. بيقول لي كلوز تانك از كومبريست وذ اير، هون في عندي هواء، وذ سبيسيفيك جرافيتي اويل 0.9، هذا سبيسيفيك جرافيتي 0.9، يوتيوب مانوميتر از في ميركوري، هذا اليوتيوب في ميركوري 13.7، هاي 0.6، هاي اتش دي. بيقول لي كلهم هايت اللي H1 هايها 30، H2 6 و H3 9 إنش إنش إنش، فبالتالي جاما ووتر
62.4 والأتشات 36.12 و 12.9. هاي فكرة السؤال. بقول لي احسب ضغط الضغط هون او احسب الضغط هون. هاي هوا صح؟ الضغط هون نفسه هون. انا هسه بدي امشي المسار من الفتحة من ضغط النقطة المعلومة بمشي المسار هذا. يلا انا وين اختلف السائل عندي؟ بتلاحظ اختلف السائل عندي هون. انا بدي امشي هاي المسافة. هاي المسافة كم؟ اول شي بحكي ضغط النقطة هاي بدي اياها. ضغط النقطة هاي كم؟ صفر. انزلت مسافة H3 كم؟ 9.12. كم هذا السائل السبيسيفيك جرافيتي له؟ 16.2 2.4. بعدين قلت انا هاي المسافة اذا بتلاحظ انه المسافة هاي وهاي نفس السائل ونفس كل شيء، فانا فعليا طلعت مسافة H2 H3 على 12. طبعا السبيسيفيك جرافيتي له 0.9 والجاما 62.4. طلع معي الناتج H2 و H1. لاحظ انه هذا نفس هذا، عشان هيك انا جمعتهم. بيطلع معي الجواب باند يكون في التربيع. اذا بدي اياه بالبي اس اي كلنا بنقسمها 144. تمام، نحل اخر سؤال لعب هذا الفيديو ان شاء الله. بيقول لي ميركوري مانوميتر از كونكتد وذ لارج ريزرفوار ديترمن ذا ريشيو اتش دبليو على اتش ام. هاي اتش ام، هاي اتش ام، هاي اتش دبليو، يعني اتش ميركوري اتش ووتر. بيقول لي اوجد النسبه بينهم. شو بعمل انا؟ هذا فتحه وهذا فتحه، بالتالي بمشي المسار الانسب الي. شو بحكي انا؟ 0 بتساوي 0. بعدين انا نزلت هون، اختلف السائل عندي، اختلف السائل عندي هون، نزلت هاي المسافه. هذا السائل ايش؟ ميركوري. فزائد جاما ميركوري، جاما ميركوري في المسافه اللي مشيها كم مسافه مشى؟ اتش ميركوري زائد اتش ميركوري. بعدين طلع لفوق، طلع لفوق سالب. المسافه اللي طلعها من هون لهون هي عباره عن اتش ميركوري زائد اتش ووتر. جاما ووتر لانه هذا السائل ووتر، اتش ووتر زائد اتش ميركوري. هو بده النسبة بين اتش ووتر واتش ميركوري، فانت بتاخذ عوامل مشتركة. لاحظ هون 2 اتش ام اللي هي اتش ام زائد اتش ام في 13.6 في 3810. اكيد جاما ميركوري هي 13.6 في 6810. اتش ميركوري اتش ميركوري 2 اتش ميركوري. بعدين هون اتش ميركوري زائد اتش ووتر في 3810. شامل ترتبت الحدود، بترتبت الحدود يعني. بعدين طلعت الناتج، لاحظ رتبت الحدود، بعدين قسمت على اتش ام، طلع معي 26.2. بنوقف ان شاء الله الفيديو لهون، بنشرح اخر موضوع بفرق الضغط ان شاء الله بالفيديو الجاي. هذا الفيديو، الفيديو الجاي راح نشرح كيف اذا كان عندي الجهتين مسكرات كيف احل. ويعطيكم العافيه.